نظرتك لهذه الصورة للوهلة الأولى تخلو أنها صورة فوتوغرافية، لكنها في الحقيقة لوحة فنية رسمت بأنامل الفنان التشكيلي العربي بيتور، خريج مدرسة الفنون الجميلة وابن مدينة غردايا. في هذه الورشة المتضايقة بهذه اللوحات، لوحات كأنها تتكلم ومن واقعها تئن وتتألم، صور تعطي لناظرها معاني الإبداع والجمال التي يخفيها ظلال الألوان ومسارات الريشة والأقلام. بداية من كنت صغير بانت فيا حاجة متميزة في الإبداع، وفي الابتدائي سنة الأولى بان في مادة الأشغال والرسم بلي حاجة مميزة فيا اللي نقدر نعبر بها. وبنت في الحي تاعي هنا ومستوى على المستوى الولاية، ومن بعد مستوى وطنيا بعد ما خرجت من معهد فنون جميلة بباتنا. الشاب العربي تخصص في لوحاته على رسم القضايا الإنسانية والتي عبر عنها بوجه مختلف من المعهود، كما أبدع وتميز في رسم الشخصيات والبورتري. مواضيع اللي نعالج بها كيما نحس بها، ما نقدرش نخدم موضوع ما نحسش به. كيما راك تشوف انا عندي لوحات على الحرقه، على الحروب، على عدم الحفاظ على الطبيعه كيما تشوف. ايش هي المشكل تاعي؟ لوحات تاعي جايين صغار، ماذا بيا لوحات يكونوا كبار. خطرت ونبات ونخدم، انا كوجا عندي لي تسع نخدم حوايج على المستوى الوطني، لوحات بزاف ويكونوا كبار وفيهم رساله. لم يكتفي العربي برسم اللوحات الفنيه فحسب، بل لديه أعمال فنية تمثلت في جداريات رائعة. العربي اليوم يحلم بمنصب أستاذ في الفنون التشكيلية، ويطالب الوزير بمنحه فرصة ليعلم فنه للأجيال.